عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشروع في توزيع النسخات الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية لإثرائها. بعثة جزائرية ثانية إلى نواكشوط لتقديم المساعدة والدعم لوزارة الصحة الموريتانية. وبن بوزيد يشيد بالمجهودات التي بذلها الفريق الطبي لمساندة زملائهم الموريتانيين في التكفل بالمرضى. التحضير لبرنامج عمل لتثمين ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت. ومن بومرداس نرصد لكم إبداعات المرأة الريفية والجهود الوطنية لإشراكها في التنمية الاقتصادية. تدابير وإجراءات جديدة للشباب المستثمر بعد استحداث وكالة وطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد. والتلفزيون يرصد انشغالات عدد من المقاولين الشباب بعد إسقاط المتابعات القضائية المتعلقة بتسديد القروض. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم اليوم الشروع في توزيع النسخات الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها. تهدف هذه المسودة للمشروع التمهيدي المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلاقات الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي حسب ما تضمنته مسودة المشروع. وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد العربة في مادتها الأولى إلى أهم أهداف القانون العضوي والمتمثلة في تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي وتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلاقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لا سيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي. وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى 9 أبواب في المادة الثانية على أن السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية شفافة ونزيهة. وخصص الباب الأول من المشروع نص المكون من 313 مادة لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها، وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويحدد الباب الثاني للأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية. وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها عدة تعديلات من أبرزها أن يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز. ويحدد الباب ذاته في قسمه المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية موارد التمويل والتي لخصها في مساهمة الأحزاب السياسية، المساهمة الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من قبل المواطنين، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية. وتشترط المادة 90 أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
أما الباب الرابع فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. ونصت المادة 219 على الشروط الواجب توفرها في المترشح لمجلس الأمة، ومن بينها أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، ولا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره وقول باستثناء الجنح غير العمدية، كما على المترشح لمجلس الأمة أن يتمتع بحسن السيرة والأخلاق. ويشمل الباب الخامس أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية، حيث تلزم المادة 248 كل مترشح بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250,000 دينار. وتنص المسودة على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها المحكمة الدستورية في مدة أقصاها 10 أيام. ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة لدوائر الدبلوماسية والقنصلية، فيما تطرق الباب الثامن إلى أهم المخالفات الانتخابية، والباب التاسع والأخير إلى الأحكام الختامية. وتجر الإشارة إلى أنه تم تداول مسودة غير صحيحة في الأيام القليلة الماضية عبر بعض المواقع الإعلامية. في التعاون الآن، حلت أمس بنواكشوط البعثة الجزائرية المكونة من إطارات في قطاع الصحة لتقديم الدعم والمساعدة لوزارة الصحة الموريتانية. البعثة تعد الثانية بعد الوفد الطبي الذي استكمل مهمته في مساعدة الأطباء الموريتانيين لتكفل بمرضى فيروس كورونا. وليد قدري والتفاصيل. بعيدا عن كل المصالح، تدور رحى علاقات التعاون والصداقة بين الجزائر والشقيقة موريتانيا بعنوان الأخوة والتآزر لا غير، وضمنها كان وفد طبي متكون من 20 فردا قد قدم يد المساعدة للأطقم الطبية الموريتانية في مكافحة وباء كورونا، مهمة دامت لأسبوعين ولم تنتهي قبل أن تفتح آفاقا أخرى للتعاون. وهذه البعثة اللي كانت قامت بدور مهم في التكفل بها المرضى، أولا بولوجهم تماما في النظام الصحي الموريتاني ودخولهم مع أخوتهم الموريتانيين في العمل، والعمل بجدية وبتفاني وبجودة، وهذا معترف به الحمد لله. وكانوا على مستوى 4 مستشفيات في نواكشوط، وكانوا خاصة يتكفلوا بالحالات الخطيرة من كوفيد، والحمد لله بقدرة الله تبارك وتعالى كان ذاك عنده الأثر البين في النتائج. زيادة على العمل في مختلف المصالح الاستشفائية، قابت الفرق الطبية تاعنا بالتكوين والتأطير يعني في مجال الطبي وفي مجال الصيانة. هناك كفاءات عالية هنا في موريتانيا، وكان هناك ليس فقط تأطير وإنما تبادل خبرات. التعاون بين البلدين في المجال الصحي سيتوسع لمجالات عديدة بناء على أرضية تعاون وضعت معالمها أمس في لقاءات بين النظراء من كبار المسؤولين في مجالات التكوين الطبي والصيدلة والصحة العمومية. وتطرقنا للمجالات عديدة، أولا التعاون ما بين البلدين في مجال التكوين، خاصة على مستوى دعم مدارس الصحة العمومية في موريتانيا، واستفادة الطلاب في هذه المدارس من التكوينات في الجزائر. لو دوزيام بوان كون افي ابوردي لابروفيزيونمون، هي تزويد السوق الموريتاني بالمواد الصيدلانية
والشيء اللي حنا اللي يساعدنا في الجزائر اولا ويحفزنا لهذه المعاونات انه الجزائر عندها امكانيه كبيره في تصنيع الادويه، وهذا المجال هذا حيشجع المنتجين الجزائريين باش يصدروا الادويه تاعهم. اتفقنا على الجانب الجزائري سيقوم بتكوين اطر المعهد الوطني للبحوث مجال الصحه المنويه واطر في وزاره الصحه على الدراسه الوبائيه والتبادل في تجربة في رقابة الوباء والتصدي لها. الوفد الطبي الذي قدم خدمة الأخ لأخيه إلى جانب مسؤولين من قطاع الصحة ولدى وصولهم إلى مطار هواري بومدين كان في استقبالهم وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي أثنى على المجهودات المبذولة والتي زادت من صلابة العلاقات الأخوية بين البلدين. لها خلينا الوفد نتاعنا بتكون من أكثر من 20 شخص يتعاملوا كل يوم، عندنا الصور وفيديوهات وكان عندنا مكالمة مع شقيقنا السفير بالطبع سفير والوزير الموريتاني. فرحان جدا لأن كاين شيء كبير يربط بيناتنا، نتاوعنا فرحانين وهما فرحانين وتلاقاو وتعاملوا وتعاونوا. من طلب الوزير الموريتاني مدراء مركزيين من الوزارة في اختصاصات مطلوبة من طرف الجانب الموريتاني، هم اليوم داروا لائحة ونتاع اتفاقيات ونتاع كونفنسيون مشاريع اتفاقية وجابوها معاهم، درك تبقى ندرسوها معاهم وفي المستقبل ننطلقوا في تعاون وثنائي. التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا في مجال الصحة ما هي إلا بادرة لصورة متجددة لعلاقات أكثر عمقا بين بلدين شقيقين في كل المجالات. وتجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري الفرنسي لسنة 2020، راست اليوم بميناء جنجن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية السفينة قاعدة الغطاسين نازعي الألغام أشغان التابعة للبحرية الوطنية الفرنسية في توقف يدوم 4 أيام. وبهذه المناسبة قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الشرقية بالنيابة ليتم بعدها عقد جلسة عمل بين الطرفين حول البرنامج التدريبي المسطر. هذا التوقف الذي يدخل في إطار تعزيز علاقة الصداقة وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين سيعرف تنفيذ نشاط التعاون العملياتي رئيس حميدو غطاس 20 والذي سيشمل تمارين الغطس العسكري، مكافحة الألغام تحت المائية ومعالجة حوادث الغطس، مما يسمح بتعزيز قدرات قوتنا البحرية في تأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الأزمات. في النشاط البرلماني عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن لمجلس الأمة برئاسة محمد أخا موك جلسة استماع قدم خلالها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهشمي جعبوب عرضا حول واقع وآفاق القطاع، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوارة. دعا اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر بولاية الوادي، دعا المؤسسات الدينية إلى بذل مزيد من الجهود في نشر الثقافة القرآنية لتنشئة مجتمع متشبع بروح المواطنة. المزيد مع مصطفى هتهات. في لقاء جمعه مع مختلف ممثلي المؤسسات الدينية أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر من ولاية الوادي على الدور الكبير والمهم الذي تلعبه الزوايا والمدارس القرآنية والجمعيات الدينية في نشر الوعي وتقوية الروح الوطنية والتمسك بالدين وقيم الدولة الجزائرية. فمهام الجمعيات الدينية أن تبني في أبنائنا في قلوب الجزائر وعقولهم روح الانتماء للوطن، الانتماء للأمة، وتبني فيهم روح الوفاء للعلماء، للشهداء،
للمجاهدين للنزهاء الذين خدموا الوطن بصدق. كيف لا يجد القائم على مدرسة دينية أو على زاوية أو على جمعية لا يجد في نفسه حرارة أن يذكر أبنائه وهو يرى على حدودنا يعني من حين لآخر تأتي مناورات من أجل أن يعني تجس نبضنا، فيجد أبناءنا من أبناء المؤسسة العسكرية يقفون بالمرصاد ويسجلون الرعب عند الآخرين، كيف لا يذكر هؤلاء بهذه الروح؟ مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية استمع خلال هذا اللقاء إلى انشغالات واقتراحات القائمين على مختلف هذه المؤسسات من أجل تفعيل دورها أكثر في التنمية المحلية والنهوض بالمجتمع. التسريع في قضية إنشاء ملف الجمعية الدينية، لأن الملف لاعتماد الجمعية الدينية هو مفتاح كل عمل خيري. نطالب بالتكوين المستمر، بالتكوين المستمر للمرشدة دائما. المقترح أن ترفق كل المساجد، كل مساجد الولاية بمدارس قرآنية منظمة تعنى بتربية النشئ. حرص السيد رئيس الجمهورية على هذه المؤسسات تكون لها الفعالية، لأنها تستقبل آلاف الشباب الذين يكونون بعد حين هم رواد جاذبين لغيرهم، موجهين للناس، لابد أن تكون ثقافتهم بانية مليئة بالزخم، بالتشبع بالروح الوطنية وبقيم الأمة والمجتمع. كما شدد عيسى بالأخضر على أهمية انخراط الجمعيات الدينية في مشاريع التكافل الاجتماعي بإشراك المؤسسات الاقتصادية الخاصة ومساهمتهم في العمل التضامني والخيري. الموضوع إذن كان لزميل عبد الوهاب دحماني. كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو خلال زيارتها لولاية عين تموشنت ورفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو، كشفت عن التحضير لبرنامج عمل يضم عدة قطاعات وزارية لتثمين ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت وتوسيع نشاطها وترقيته. المزيد مع مختار مذكور. ترقية نشاط المرأة الماكثة بالبيت من خلال توفير الدعم اللازم ثمارها بدت من خلال نماذج لنساء اقتحمن عالم الفلاحة بولاية عين تموشنت. كنت متمنية ندير الخرفان وندير المعيز وندير هي نعتولي على لونج هذه لاداس. نشكرهم كي تقدمت لهم بالدوسي تاعي، استقبلوني ما قبلونيش في الساعة عطاوهم لي. تحضير للاجتماع التنسيقي لضبط برنامج عملي في هذا الإطار، إذا اليوم نحط الرحال في ولاية عين تموشنت، وشفتوا أنه بدينا بإطلاق الحملة التحسيسية من أجل التعريف ببرامج دعم الدولة للمرأة الماكثة في البيت، ونحن بصدد رصد احتياجات هذا النساء من أجل يعني دراستها في الاجتماع. الاهتمام بالمرأة الماكثة بالبيت التي استفادت من قوافل تحسيسية وأيام تكوينية ستحظى أيضا بمرافقة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. الهدف الأول هو التحسيس على مستوى كل النساء، سواء الماكثة في البيوت أو النساء الريفيات وخاصة في مناطق الظل. والهدف الثاني هو التدعيم عن طريق الآليات اللي دارتها الدولة. والهدف الثالث وهو قضية التكوين. والهدف الرابع والأخير وهو أكثر يعني اللي يعانوا منه وخاصة يعني الصناعة التقليدية هو التسويق. الزيارة كانت سانحة لتوزيع الإعانات لعدد من النساء المستفيدات من قروض عبر آلية لونجام، وتكريم خاص للمجاهدة ذهيب هيبة. وتثمينا لدور المرأة الريفية في التنمية وخلق الثروة جهود معتبرة تبذلها الدولة لمرافقتهن وإشراكهن في التنمية الاقتصادية للبلاد. من بومرداس ريبورتاج فؤاد أحماني. هو جانب حي من إبداعات المرأة الماكثة بالبيت بالمناطق الريفية لولاية بومرداس. ملي كنا صغار وحنا نخدموا هذا الحرفه هذا ودرك واش راكي حابه، راكي حابه تزيدي توسعي الخدمه تاعك، حابه تزيدي دي قرض وحده اخرى. هذيك لوكا هذيك نضرب منهم يعني ساعدوهم شعفوهم على والله راهم شغل حنايا ما عندناش وين نعيشوا. دونك حنا انت تولي تتصلي معنا وحنا نقدروا حنا نديروا لك تنسيق مع جمعيات، كاين جمعيات يعاونوا نساعدوا باش يسوقوا هذه البضاعه تاعهم. نتمنى لكل مراه ماكثه في البيت
يعني تكون لها نتيجة لو كان توسع روحها بالقرض المصغر. الإنسان وحده مرأة ماكثة في البيت وحدها ما تقدرش تقدر دير منتوج وتسوقه. المتواجدين جميعا هنا من أجل تحسيسها ومرافقتها في إطار مشروع صنع القفف بالدوم كما يقولوا لهما. مرافقة هؤلاء الحرفيات لا يقتصر على التوعية والتحسيس فقط، ولكن لإعطاء حلول ناجعة لتطوير منتوجاتهن. يعلموهم بالتدابير نتاع القطاع، يعلموهم واش تقدر تقدم وزارة التضامن الوطني من مشاريع ربما مصغرة من شأنها أن تدعم هذه النساء، وكي نقولوا تدعم النساء معناها تدعم الأسرة بأكملها. مجهودات التكفل بالمرأة الريفية المنتجة متواصلة لتشمل 140 منطقة ظل بولاية بومرداس. في موضوع آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان من خنشلة ضرورة دعم الهياكل البيداغوجية للرقي بجامعة خنشلة إلى مصافي الجامعة الكبرى. المزيد مع يونس الكحلدي. 4000 مقعد بيداغوجي تدعمت به جامعة عباس الغرور بخنشلة، إضافة إلى 3 إقامات جامعية ستدخل الخدمة قريبا، وهي مشاريع كانت محل زيارة ومعاينة من طرف وزير القطاع. إن ما وقفناه عليه اليوم من إنجازات محققة وأخرى في طور الإنجاز من الهياكل البيداغوجية والعلمية والبحثية والخدماتية من شأنها أن ترتقي بجامعة خنشلة إلى مصاف الجامعات الأخرى، ويسمح لكل مكونات الأسرة الجامعية من العمل في ظروف لائقة. وخلال لقائه بالأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة والاستماع إلى انشغالاتهم، أكد بن زيان على ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية. إن المرحلة المقبلة ستواجه فيها المؤسسات التعليم العالي التحديات المحلية الجهوية والوطنية، إضافة إلى ضرورة انفتاحها على المحيط الدولي من أجل مقروئية أكثر، كما أنها تخضع لتقييم مختلف أنشطتها، وكل الأفعال الإدارية والبيداغوجية والعلمية والبحثية والتعاون، وذلك من كل الجوانب، وستخضع للترتيب والتصنيف، فعليها أن ترتقي إلى مستوى التنافسية. بن زيان وخلال تفقده لمشاريع قطاعه بولاية خنشلة وضع حيز الخدمة المكتبة المركزية، وهي صرح بيداغوجي آخر من شأنه تعزيز الهياكل العلمية. تدعمت منظومة التكوين المهني بتيسم سيلت بمؤسستين جديدتين لتغطية جميع دوائر الولاية. وبالمناسبة كشفت وزيرة القطاع هيام بن فريحة تشكيل لجنة للتكفل بانشغالة الأساتذة المتخصصين من الدرجة الثانية الذين لم يتحصلوا على الترقية. خليل توادي. مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدية برج الأمير عبد القادر ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني ببلدية خميستي هي هياكل جديدة تدعمت بها المنظومة التكوينية بولاية تسمسيلت، والتي كانت محل تدشين ومعاينة من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة. دار المرافقة فضاء للتواصل بين خريجي التكوين المهني والشباب بشكل عام، ماشي غير اللي متخرجين، حتى من الجامعات أو أي شاب جزائري يروح لدار المرافقة من أجل الحصول على المعلومات حول التخصصات، وكذلك ماذا بينا الآن يقوم بتسجيل يسجلوا نفوسهم، لأن هناك تواصل بين المؤسسات الاقتصادية ودور المرافقة من الاحتياجات لمناصب الشغل. انشغال نتاع الأساتذة المتخصصين من الدرجة الثانية راهو مطروح، والدراسة الآن راهي بين الوظيفة العمومي ووزارة المالية، وإن شاء الله يكون فيها خير في القريب العاجل. وبخصوص أصحاب عقود ما قبل التشغيل في قطاع التكوين المهني، أكدت هيام بن فريحة أنه تم إدماج 951 شابا خلال السنة الماضية، على أن يتم إدماج 1500 شاب خلال هذه السنة. ضمانا منها لتكوين قاعدي يرقى إلى تطلعات السياح، تعكف مدرسة الفندقة لولاية وهران على تنفيذ برنامج تكويني للمتربصين رغم الظرف الصحي الحالي باستخدام تقنية التعليم عن بعد. متابع التفاصيل مع سفيان مقني. في المدرسة الفندقية لوهران التابعة للمدرسة العليا للفندقة والإطعام الجزائر، تتواصل الدروس والتكوينات ولو عن بعد نظرا للظرف الوبائي. مام سيون ما عندناش الكورونا، لازم نكون على اطلاع باش تطور نفسك، تطالع على كاع ثقافات المطبخ الايطالي، المطبخ الاسباني، المطبخ اللاتيني. محاضرة عن طريق الفيديو حول المطبخ الكولومبي.
استمع إليها طلبة هذه المدرسة تجعلهم يواصلون تكويناتهم في ميدان الخدمات السياحية. إن تجربة التعليم عن بعد لا تقلل من قيمة التعليم ولا من جودته ولا نوعيته، بل هي تسمح بتخفيض تكاليف التعليم وتكاليف اللجوء إلى متدخلين أجانب. تراهن الدولة على الاستثمار في الميدان السياحي والخدماتي مستقبلا، وهو ميدان يحتاج إلى إطار بشري مكون بشكل جيد لدعم الخدمة السياحية المتميزة. في مجال الطاقة، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور أن مسألة اقتصاد الطاقة تخص الجميع، داعيا إلى الإسراع في استحداث نموذج طاقوي يسمح بالانتقال سريعا إلى الطاقات المتجددة والخروج من التبعية للمحروقات. برنامج الانتقال الطاقوي لأفاق 2030 قلت بلي فيه ثلاث محاور. المحور الأول هو اقتصاد الطاقة، الأقل لازم نصفه في نهاية 2021 إلى 10% تاع اقتصاد الطاقة، وتكلمت قبيلتها بلي تقريب 6 ملايين طن. كيفاش 6 ملايين طن؟ ماشي غير هكا، تكلمت على مسألة البنيان، تكلمت على مسألة النقل. أكد اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني من ولاية عين الدفلة على مرافقة الفلاحين والمستثمرين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية. تابع التفاصيل مع لين دمك. في مستهل الزيارة استمع حمداني إلى انشغالات الفلاحين ومشاكلهم. المنتوج الحالي بهذا نطلب منكم من سيدي الوزير تكونوا معنا وتعاونونا إن شاء الله في هذا الوسمها، لأن الشجرة تبعد بزاف من المدخول إلى المخروج. أول حاجة اللي نحوسوا عليها هي مصنع في ولاية عين الدفلة، لأنه شعبة الطماطم رانا في الذروة سيد الوزير، يعني لحقنا السنة رانا متوقعين باش تكون عندنا 3500 هكتار. ما عندناش الحق نخلوا الفرصة تجوز ولا نخلوا الحالة تدهور ونخلوا الفلاح اللي هو السنتر دي بروبليم. التجربة الناجحة لزراعة السلجم الزيتي على مساحة 55 هكتارا ستفتح الباب أمام المستثمرين لتطوير هذه الشعبة، وانطلاقة فعلية في كل الشعب اللي عندها وزن ثقيل في الاقتصاد الوطني، اللي عندها وزن ثقيل فيما يخص ميزانية الدولة. ما بينهم هاد الشعبة هذه ولا هاد المادة هذه، والهدف نتاعنا هذا هدف تدريجي راح يتجسد تدريجيا، وعندنا معايير لإنتاج نسبة ما. في الختام أشرف الوزير على توزيع عدة مقررات لرخص حفر الآبار على المستثمرين والفلاحين، وكذا تعويض للمتضررين من حرائق الغابات. أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على إطلاق مشروع التسيير التشاركي لدور الشباب في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة وجمعية الشباب وتجسيدا للمخطط الوطني للشباب، وذلك بحضور ممثلي جمعيات من مختلف ولايات الوطن. المتابعة لملك خليفة. مشروع يؤسس ويوثق لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب والرياضة والحركة الجمعوية الشبانية، انطلاقا من قناعة مفادها أن الاستثمار في هذه الشراكة هو الضامن الوحيد لتجسيد المخطط الوطني للشباب، لا سيما مع بروز جيل جديد من الجمعيات، وأنتم خير دليل على ذلك. منح اتفاقيات التسيير الكلي والجزئي الخاصة ب25 دار شباب لفائدة جمعيات شبانية من مختلف ولايات الوطن كعملية أولية يستمر تعميمها تدريجيا. وحنا كجمعية نثمنوا هذا المجهود، وكنا نشتغلوا من قبل على أهداف التنمية المستدامة وعلى مهارات الحياة في ولاية بسكرة، ولكن الحمد لله الآن جت إطارات جديدة في الجزائر الجديدة إنها تفهم برامج وتشجع الجمعيات على المشاركة في الديمقراطية التشاركية. هذا اللقاء مع سيد الوزير زاد مدنا فرصة لتحقيق هذه الأهداف اللي في الجمعية باش نطوروا النشاطات البيداغوجية داخل المركز.
المجتمع المدني شريك فعال للدولة قادر على التأقلم مع التحولات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. وبالمكتبة الوطنية بالحمة عرضت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة الخريطة الأثرية للجزائر التي رأت النور في شكل تطبيق تفاعلي، وهي دعوة لاستكشاف أزيد من قرن من الاكتشافات الأثرية عبر التراب الوطني التي تغطي فترة تبدأ من حقبة ما قبل التاريخ العائدة بما يزيد عن مليوني سنة إلى غاية الفترة التاريخية الأكثر حدثا. حيينا وضعنا خريطة لتحمل كل الآثار التي دهرت بعد الفترة الاستعمارية، وهذه مسألة مهمة، وهذه الآثار تعود بالجزائر وتقدم قراءة متنوعة. اليوم مع الخريطة الجزائرية فيها تظهر الآثار الموجودة في الجنوب الجزائري اللي كانت غايبة تماما من قبل، وهذه الآثار خاصة تعود بنا إلى فترات ما قبل التاريخ وإلى أكثر من 2.4 مليون سنة من التاريخ. وقف وزير الأشغال العمومية وزير النقل بالنيابة فاروق شيالي على وتيرة إنجاز الشطر الأخير الطريق من الطريق السيار شرق غرب الرابط بين دائرة الدرعان والقالة على مسافة 84 كيلومترا، حيث أسدى تعليمات للإسراع في أشغال الإنجاز قصد تسليم المشروع في جويلية المقبل. سعيد بلعز. الطريق السريع شرق غرب بأهميته الحيوية والاستراتيجية وتحقيقه لمبدأ المنفعة العامة يشهد وتيرة بطيئة لإكمال الشطر المتبقي على مسافة 84 كيلومتر والذي يربط دائرة الذرعان بالقالة. للوقوف على حقيقة العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه المشروع لا سيما انزلاق التربة وتسرب المياه، عاين السيد فاروق شيالي وزير الأشغال العمومية الوضع. لاحظت فيه تأخر من مدة 4 أو 5 سنوات. العراقيل متعددة، في بعض الأماكن تابعة لأنابيب اللي يقطعوا الطريق واللي لازم نقوموا بإجراءات باش نحافظوا على هذوك الأنابيب. كاين لي كوندويت دو تاع الماء اللي مول طرف وعنابة. فما هي الحلول التي يراها وزير القطاع لدخول المشروع حيز الخدمة؟ اليوم خديت قرار باش يكون مفتش من الوزارة يقوم أسبوعيا إلى المنطقة حتى يشوف كيفاش يتقدم الأشغال. هذا وكانت للوزير عدة وقفات على نقاط أخرى منها إصلاح الطريق الرابط بين الطرف وسوق هراس، وكذا معاينة مشروع توسعة ميناء القالة. رغم الحملات التحسيسية التي يقوم بها بريد الجزائر لتشجيع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، إلا أن الإقبال على هذه التكنولوجيا يبقى محتشما، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى تغيير الاستراتيجية المنتهجة. نتابع التفاصيل مع عبد الرزاق رمضان. الرؤية الجديدة ترمي إلى اعتماد المؤسسات المصغرة كشريك مهم في مسار تعميم والترويج لآليات الدفع الإلكتروني بكل أنواعه، استراتيجية شرع في تجسيدها بريد الجزائر تحت تسمية المتعامل النقدي المعتمد. أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الشركات أن تكون شركة ناشئة أو مصغرة طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية، أن تكون شركة ناشطة في أحدى المجالات الإعلام الآلي، الاتصالات، التسويق الإلكترونيك أو المجالات المشابهة، أن يكون للمسير شهادة جامعية أو يكون وأن يكون فريق تقني مكون من عونين على الأقل ولهم شهادة جامعية في نفس المجال. الترويج لأهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة لأكثر من 3 ملايين متعامل بين تجار وأصحاب مهن حرة ومؤسسات اقتصادية يستدعي إشراك هذه المؤسسات المصغرة التي ستستفيد هي الأخرى. بمفهوم ربح ربح، وين وين نربح ويربحوا معي الشباب هذو، نخلق مناصب شغل، نخلق فرص عمل في 48 ولاية، نكونوهم نأهلوهم ويكون يعني عمل معهم عمل ميداني باش هما يجيبوا لنا عدد أكبر من المتعاملين الاقتصاديين والتجار. خطوة تهدف إلى تحقيق ثلاثية تعميم الاستعمال والتقليل من التعاملات النقدية وكذا دعم المؤسسات الناشئة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم الضيافات خلال ندوة صحفية حول التدابير والإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة لدعم وتنمية المقاولاتية، خاصة بعد استحداث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد. أكد أن عملية التمويل لتشجيع المبادرات المقاولاتية تكمن في صيغ ثلاث، إضافة إلى امتيازات المرافقة والتكوين لفائدة الشباب حاملي المشاريع. ما بقاتش الوكالة الوطنية دعم تنمية المقاولاتية ماهيش محصورة إلا على الشباب البطال، لا، اليوم مفتوحة بالنسبة للناس اللي عندهم سجلات تجارية، يعني في إطار المؤسسة المصغرة، ماناش نتحدثوا على المؤسسات الكبيرة. فيه الطلبة، فيه الفلاحين، فيه ليزارتيزون، الحرفيين، القطاع راهو اون نوميريزي 100%، كل التسجيلات تفوت على لا بلاتفورم تاع الوكالة. روبورتاج الثامنة يسلط اليوم الضوء على شباب تعثر في تحقيق مشاريعه ضمن آلية أونساج، وها هو اليوم يتحصل على فرصة ثانية بعد إسقاط المتابعة القضائية. نتابع المزيد مع مليكة خليفة شويط. هؤلاء الشباب لم يأتوا لطلب قروض، بل هم عينة استفادت سابقا من قرض لونساج، لكن تجسيد مشاريعهم تعثرت لسبب أو لآخر، ويطمحون الآن للاستفادة من الإجراءات الجديدة التي أسقطت المتابعة القضائية. عيطوا لي بلي موقفوا لي الإجراءات القضائية، هذيك اللي راني جيت لهم اليوم أنا نشوف معاهم ونجيب لهم كومبليتي لهم الدوسي. في 2016 انحبست لي الخدمة، وليت ما نقدرش نجي بابي رمبورسي مي ديت، خلصت لو كار مازال الاخرين امبوسيبل. جيت فهمني نحط لي دوسي تاعي لا دوموند تاعي هكذاك يفو ميدي يعاودوا ينقصوا لي عندي الفيناليتي دو غوتار ينحوهم لي. اعفاؤهم من المتابعه القضائيه لا يعني اعفاءهم من تسديد ديونهم، بل هي فرصه اخرى بتسهيلات متعدده. احنا نوجهوهم مباشره واش لازم يديروه مع البنك، يقدمونا الوثائق اللازمه وحنا نراسلو مباشره البنك اللي يوقفوا معهم المتابعات القضائيه. رغم جد فرحانين خاصه انه يقدروا يعاودوا يخدموا عندهم يعني نفس جديد باش يعاودوا المشاريع تاعهم. قمنا بدعوه عديد الشباب للانخراط في هذا الاجراء الجديد لطلب جدوله قروضهم، عدم دفع المساهمة التي كانت تقدر ب 5 إلى 10%، كذلك مسح غرامات التأخير. مساعدة المؤسسات المتعثرة ومرافقتها ميدانيا بطريقة جدية بما يمنحها دفعا لانطلاقة جديدة، وأملا لأصحابها من الشباب في تحقيق طموحاتهم في عالم الشغل. في الذاكرة واحتفاء بالذكرى 66 لاستشهاد البطل الرمز ديدوش مراد، أشرف الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق بقسنطينة على افتتاح ندوة تاريخية بعنوان دور الشهيد الرمز ديدوش مراد في التحضير وتفجير الثورة التحريرية بالشمال القسنطيني. أمن بعطوش. برفع العلم الوطني ووضع أكالين من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيد البطل ديدوش مراد، وهذا بالنصب التذكاري بوادي بكركر ببلدية زيغود يوسف، انطلقت احتفالات ذكرى استشهاد الرمز ديدوش مراد. شهداء الثورة التحريرية بولاية تاريخية ثانية وديدوش مراد. ليفتتح الأمين العام ممثلا لوزير المجاهدين وذوي الحقوق الندوة التاريخية المقامة بالمناسبة بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. ونحن اليوم إذ نحتفي بذكرى هذا الرمز الوطني الكبير وإخوانه الشهداء الأبرار، إنما نذكر برسالته من نوفمبرية حتى تظل خالدة في الأفئدة والنفوس، وليتعزز معها إدراك الأجيال والتي تتزامن أيضاً مع ذكرى 61 لإنشاء هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الثورة التحريرية. مداخلات لدكاترة وشهادات حية تستذكر المسيرة النضالية للشهيد المحنك.
تعطيه عبقرية كبيرة جدا في تفادي الملاحقات الأمنية بشكل رهيب جدا، نظرا لتغييره لبطاقات الهوية في كل مرة، وأيضا لاستعماله لأسماء مستعارة متعددة. كما تم تكريم عائلة شهيد الرمز ديدوش مراد ومنح إصدارات تؤرخ للذكرى الوطنية وضعتها وزارة المجاهدين تحت تصرف مكتبة بلدية قسنطينة. مواصلة للزيارات الإعلامية المنفذة من قبل لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني على مستوى الهياكل والمؤسسات التكوينية والإنتاجية للجيش الوطني الشعبي، قام اليوم وفد من اللجنة بزيارة عمل إلى مدرسة التخصص في الحوامات بعينرنت بالناحية العسكرية الخامسة، حيث استقبل من قبل قائد المدرسة. عقب ذلك استمع أعضاء الوفد البرلماني إلى عرض شامل حول نشاطات ومهام المدرسة، ليقوم بعدها الوفد بزيارة للهياكل البيداغوجية للتكوين من قاعات الدراسة وقاعات محاكي الطيران وكذا المخابر والورشات الخاصة بالصيانة، ليتبع بعدها الحضور عرضا من قبل الطيران وعرضا ساكنا لحوامات التدريب، حيث تلقى أعضاء اللجنة شروحات وافية من قبل إطارات المدرسة وتعرفوا من خلالها على طبيعة مهام وعمل الحوامات. وقد أبدى أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إعجابهم بمستوى ونوعية التكوين وكذا الدرجة العالية من الاحترافية والالتزام التي أبان عنها كافة إطارات ومستخدمي المدرسة. كما نظمت مؤسسة تجديد عتاد السيارات الشهيد مولود تواتي بالدار البيضاء الناحية العسكرية الأولى زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام، تقول خالدة حجلالي. تجديد وتقليص للأعباء على الاقتصاد الوطني، حيثيات استوقفت عدسات كاميرا وسائل الإعلام هنا بمختلف ورشات مؤسسة تجديد عتاد السيارات الشهيد مولود تواتي، قطب اقتصادي عسكري من أولوياته الرفع من جاهزية العدد. شفنا أنه هناك قدرات هائلة، شفنا أنه هناك إطارات وهناك يعني عمال لحقيقة يفتخر بهم الجيش الوطني الشعبي. الارتقاء إلى مراتب الريادة في مجال تجديد وعصرنة العتاد العسكري رهان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. مثل هذه التظاهرات الإعلامية تؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تسليط الضوء على التطورات الاحترافية التي بلغتها قواتنا المسلحة وحرصها على تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية ومن خلالها تعزيز العلاقة جيش أمة. احترافية وكفاءة مستخدمي هذه المؤسسة العسكرية الاقتصادية رصيد يعزز خبرة وجاهزية الجيش الوطني الشعبي على مختلف المستويات. هذا ونظمت قيادة الناحية العسكرية الرابعة اليوم زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام المحلية إلى مؤسسة صيانة وتصليح العتاد الشهيد عشبي محمد. التفاصيل مع فاطمة الزهرة بن عرفة. نظمت قيادة الناحية العسكرية الرابعة بمؤسسة الصيانة وتصليح العتاد الشهيد عشبي محمد زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية. إن تنظيم مثل التظاهرات نطمح من خلالها إلى جعل المواطن على دراية وعلم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الجيش الوطني الشعبي وما يملكه من كفاءات وإمكانيات، منه لجعل جيش قوي محترف قادر على أداء مهامه الدستورية والمحافظة على السيادة الوطنية. هذه الزيارة الموجهة سمحت لممثلي وسائل الإعلام بالاطلاع على المراحل التي تمر بها عملية الصيانة لمختلف أنواع العتاد المتطور. طفنا بأقسام المؤسسة، بصراحة يعني إمكانيات راقية ومتقدمة، هي فرصة لنا كإعلاميين من أجل تعريف المواطنين وتعريف الجمهور بمختلف الجهود المبذولة. هذه المبادرة إذن لاقت استحسانا من قبل ممثلي وسائل الإعلام والتي من خلالهم ستتيح للجمهور التعرف على ما تقدمه هذه المؤسسة العسكرية.
وفي جديد الوضعية الوبائية بالبلاد، تم تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. مع تسجيل 249 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 26 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، وخمس ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلناها خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 3 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 347 مريض. ما يخص الحالات التي تماثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمده لحد اليوم، العدد تاعهم 70,933، منهم 186 تماثلوا الشفاء خلال 24 ساعه الماضيه. فيما يخص الاستشفاء حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن، 29 مريض في العنايه المركزه. وبخصوص عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، انشغالات عديدة وتساؤلات يطرحها المواطن ينقل لنا هشام سعدودي جانبا منها نتابع. اهتمام كبير بعملية اللقاح، اهتمام يصاحبه فضول، توجس، أسئلة، آراء وحتى مواقف. احنا متبشرين بالخير على هذا الفاكسان هذايا. ما عندي حتى ثقه في الفاكسان بصراحه، انا ما نديرهاش، ما عندي حتى ايدي عليها. رانا ما نعرفوش وش هو هذا الفاكسان، ما هضرتوناش عليه وما فهمتوناش بالمليح. ومنين يجيبوها؟ واش الفاكسان حيجيبو تاع الروس على انجليز امريكا؟ ما سمحتونا عليها والو. هل هذو المرضى اللي عندهم لي مالادي كرونيك بوف اكسبتي سو فاكسان وإلا لا؟ هذه الكمية اللي حيجيبوها غير كافية. تلك الانشغالات يرد عليها أحد المختصين. اللقاح مجاني ومشي أوبليغاتوار، يعني مشي إجباري، ولقاح ناجع، لقاح روسي سبوتنيك، وراح يجي يعني لقاح صيني، ويجي من بعد لقاح بريطاني. أعراض بالك واحد يحس برك شوية سخانة ولا ينكرامب ولا حاجة في الذراع ولا، ولكن هي أعراض كيما كل اللقاحات الأخرى. وتخوف يعني، ولات الناس سبحان الله تخاف من اللقاح أكثر من تخاف من الفيروس. اللقاح سيكون متاحا في المؤسسات الاستشفائية وسيصل إلى كل نقاط الوطن حتى مناطق الظل منها. صفة عامة تكون في المؤسسات الاستشفائية وفي المراكز الطبية الجوارية، حتى في الولايات المنعزلة والولايات اللي موجودة في الظل. كاين الجيش الوطني الشعبي هو اللي يعرف هذه الأمور. العملية سيشرع فيها قبل نهاية الشهر الجاري حسب ما أعلنته الوزارة الوصية. وتحسينا للتدابير الوقائية من فيروس كورونا بالمؤسسة التربوية، تم اليوم بمديرية التربية الجزائر شرق توزيع كميات معتبرة من مستلزمات الوقائية الصحية. إنصاف بخلفة والمزيد. الالتزام نفسه وعلى الوتيرة نفسها يتم تزويد كل المؤسسات التربوية بالمستلزمات الوقائية الصحية، فالهدف واضح، الحفاظ على صحة أطفالنا ومؤطريهم. هناك 38 نقطة، أي 38 وحدة الكشف والمتابعة التي كلفت باقتناء هذه الوسائل، وهذه 38 وحدة صحية ستقوم بتوزيع كل المستلزمات الصحية على 130 متوسطة و375 ابتدائية و59 ثانوية. طبعا القيمة المالية على مستوى 38 وحدة صحية يتعدى 20 مليار سنتيم. العينة من ثانوية محمد بوسعيدي بالحراش خاصت وحدة الكشف والمتابعة التي تغطي 17 مؤسسة تربوية. الهدف منها هو توفير الوسائل الضرورية في إطار المخطط المصادق عليه من طرف اللجنة العلمية، وكذا حرص الدولة ووزارة التربية الوطنية على توفير هذه المستلزمات حفاظا على أمن وسلامة وصحة العاملين بالمؤسسة. ولضمان دورية العملية يتم استغلال الأرصدة المتبقية بعدما تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة الأولى.
دعا المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي اليوم من بشار إلى مواصلة الجهود بخصوص التغطية الأمنية للولاية لا سيما مناطقها السياحية. نتابع المزيد مع فاطمة الزهرة مربوح. دشن السيد خليفة أونيسي المدير العام للأمن الوطني مقر أمن دائرة تاغيت أين اطلع على مختلف أقسامه. النجاح تاع المنطقة هو الأمن تاعها، إذا ما كانش أمن ما تقدرش تكون سياحة. دونك الدور تاعكم أساسي واستراتيجي في الميدان هذا. هكذا وفي الأمور ما نسامح ما حتى حاجة. Si on ne peut pas assurer la sécurité d'un touriste, on ne peut pas prétendre avoir un secteur touristique. إعطاء الأولوية والأهمية أيضا إلى الأمن السياحي اعتبارا لما يديره على المنطقة بهذا المستوى. المقرات الأمنية التي تم تدشينها تعد مكاسبا يعزز من خلالها مستوى التغطية الأمنية بالولاية، ولتمكين الشرطي من أداء واجبه المهني في ظروف ملائمة تحفزه على ترقية الخدمة العمومية للمواطن تم تدشين نزل الشرطة بتاغيت. كشف الرئيس المدير العام لمجمع سون الغاز شهر بولخراس من مقر مسيري المنظومة الكهربائية الجديد بجسر قسنطينة كشف عن برنامج استعجالي يشمل 1800 عملية ربط بشبكة الكهرباء والغاز بمناطق الظل عبر الوطن. في ظل يعني جائحة الكورونا، التعليمات اللي جاتنا من السيد رئيس الجمهورية بعد لقاء مع الولاد في أواخر في شهر مارس، مباشرة قمنا ببرنامج استعجالي ليخص مناطق الظل، وين انجزنا الى نهاية السنة. يعني الهدف اللي سطرناه هو 1800 مع وزارة الطاقة، 1800 ربط منطقة الظل. شدد المتدخلون في ندوة صحفية حول التحسيس بمخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة، شددوا على ضرورة مساهمة الجميع في نشر الوعي لتفادي سقوط الضحايا جراء هذه الحوادث. وبلغ عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية منذ بداية السنة في ولاية الجزائر 38 تدخلاً. وضمن حملتها التحسيسية الوطنية بمخاطر التسربات الغازية، أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية بولاية تيارت قافلة توعوية بتنسيق مع المصالح التجارية ومؤسسة نفطة لإرشاد المواطنين بكيفية استعمال الغاز بشكل آمن. محمد نور الدين قاسمي. في هذا الفضاء العام بوسط مدينة تيارت، اختار أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع عدة هيئات في إطار قافلة وطنية التواصل مع المواطنين لتحسيسهم بالأخطار المميتة لسوء استعمال وسائل التدفئة. احنا فاني رانا شويه نستزهاو، نعطو مثال في الجعب هذوك تاع البول، لازم الانسان كل عام يبدل يكونترولي خطره وخطا على خطره يطل، باسكو هذا صعب والسنين توالى راه داير حاله فينا. ما الغلطه هذه من ميزان غاز كان يضيع وانا ما على باليش بيه، بالشكل واعيتنا لازم نديروا احتياطات تاعنا. هناك من يملك ربما مدفأة والزجاج مكسر لا يدرك الخطر اللي راح يحدق به، لهذا نعمل بالتحسيس والتقرب من المواطن لإعطائه المقاييس نقطة بنقطة باش نتفاداو الظاهرة السلبية. من 1 جانفي إلى حد الساعة سجلنا 28 قتيل من بينهم 7 عائلات التي طويت دفتر العائلة تماما، إضافة إلى هذا تم إنقاذ 513 من موت أكيد. الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة تثبيت الكاشف يساهم بالتأكيد في تفادي حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. كي تبيع لها بوال وتقول له شري معه الآخر يقول لك ستار ربي وديك ديكتير مفيد، كاش كي يضرب ريح ولا حاجة ولا ثاني أكسيد الكربون يصوني ينبه المواطن. نعرف باللي زعما كي تربط الغاز في الدار ولا يصوني، ونقولوا للناس باللي تحرز روحها من هذا الغاز خاصه صعب بزاف.
ابتداء من شهر نوفمبر يكون هناك اقتناء جهاز التدفئة بوجود جهاز كاشف غاز أحادي الكربون. قمنا بمراقبة هذا التجار وسمنا هذا الجهاز مصاحب مع أجهزات التدفئة. استعمال غاز البوتان خارج القواعد الوقائية يشكل هو الآخر تهديدا وخطرا مستمرا. وري الثرى اليوم بمقبرة العليا بالعاصمة جثمان الفقيد الفنان محمد رشيد المدعو شيخ الناموس الذي وفته المنية عن عمر ناهز 100 عام إثر معاناة مع المرض. الجنازة حضرها جمع من الفنانين وعائلة الفقيد الذي ترك رصيدا فنيا ثريا حيث كان عازفا على آلة البانجو ضمن الفرقة الموسيقية للإذاعة الوطنية، كما عزف لكبار الفنانين وشيوخ الأغنية الشعبية ومنهم الشيخ محمد العنقة والهشمي قروابي رحم الله الفقيد. إن لله وإنا إليه راجعون. مسيرة الفنان محمد رشيد المدعو والشيخ الناموس في هذا البورتري لإنس بدرة. بعد عمر من الموسيقى والعطاء للفن الشعبي يفارقنا اليوم محمد رشيد المعروف بالشيخ الناموس المبدع بآلة البونجو. شعار لنا الله يرحمه ويسع عليه دوله بالرحمه، الميره تاعو اللي خلاه هو انه ربنا على الفن. كيف عقب حياته كيف القصبه واحد الوقت كان يخدم تماك 3 ليالي 4 ليالي كان مع العنقيس الله يرحمه يخدم فوندرودي سامدي ديمونش 3 ليالي وانت انا عايش معاه في ديار جماعه سي لوسال. اما دوله ولا وعي طول الله سمان كامل كان رحمه ابو على منها كان شعيطو العقاب الله يرحمه عيط له عمر واحد تروا فوالا كتفوا تما كليتي طري وكيبي ودحمان الحراشي شاكاني عنده رونديو معه من فرنسا للجزائر. لقاءاته العديدة مع شيوخ الأغنية الشعبية والقبائلية فتحت له المجال للتعريف بهذه الآلة كعازف موسيقي محترف مغايرا للمعايير الكلاسيكية المعتادة. انطفأت إذن شمعة الشيخ الناموس وغادرنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتمييز الموسيقي تاركا خلفه ذكريات لا تنسى. رحمه الله. عرضت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط حصيلة النشاطات السنوية حيث تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور مقارنة بسنة 2019 في حين سجل ارتفاع في القضايا المتعلقة بالإجرام المعالجة من قبل الشرطة القضائية. دوليا واصل الجيش الصحراوي سلسلة هجماته ضد مواقع تمركز قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم 67 على التوالي وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم. وجاء في البيان العسكري رقم 68 وردته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم أنه خلال يوم أمس وليلة البارحة قصفت وحدات من الجيش الصحراوي نقاط تمركز قوات الجيش المغربي في عدة مواقع على غرار منطقتي كلب النص بقطاع أسرد والغشوات بقطاع أسمرة. وبحضور التلفزيون الجزائري وعدة وكالات أجنبية وعربية نظمت اليوم بمقر رئاسة الصحراوية ندوة صحفية حول مستجدات القضية الصحراوية خاصة بعد خرق المغرب اتفاق إطلاق النار. وفي تدخلها أكد الأمين العام لوزارة التوثيق والأمن سيدي أوكال أن الجيش الصحراوي شن منذ بداية الحرب الثانية حوالي 510 أعمال قتالية مستمرة على مدار 67 يوما منذ شهر نوفمبر الماضي بدوره أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار حق جبهة البوليساريو في استخدام كل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن الحقوق المقدسة وغير القابلة للمساومة للشعبية الصحراوي وحقه في تقرير المصير. المعركة متواصلة من خلال الأقصاف والهجمات اليومية التي يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصحراوي على طول الجبهة المعادية. طبعا كما هو معلوم الجيش الغازي الملكي يتخندق في خط دفاع متصل طوله 2700 كيلومتر، ولا بغينا نقيسه بالأرقام
هذه 67 يوم لم يخلو منها يوم واحد من النشاط القتالي، وخلال هذه المدة نوقف على حصيلة فيها 510 عمل قتالي ضد الجيش المغربي المتخندق ما بين أقصاف وهجومات. ألخص موقف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب من كل هذه التطورات، مؤكدا أولا بأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح من أجل الدفاع عن الحقوق المقدسة وغير القابلة للمساومة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. حالة استنفار غير مسبوقة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تحسبا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غدا الأربعاء وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف مسلحة، والتفاصيل مع خالد ذهبي. ساعات عصيبة تسبق دخول الرئيس الجديد للمكتب البيضاوي، فواشنطن باتت منطقة عسكرية محظورة خشية تكرار هجوم الكابيتول بنشر عشرات آلاف الجنود. فصورة المشهد الأمني مفتوحة على أي احتمال مع تهديدات أنصار ترامب الذين ذهبوا إلى حد التحدي بحضور التنصيب متنكرين بزي الحرس الوطني. بايدن سيلقي خطابا رسالته تأكيد على وحدة شعبه في ظل انقسام لم يشهده البلد منذ عقود، وفي غياب الرئيس المنتهي ولايته الذي آثر عدم الحضور والذي ستعرف معظم سياساته نهايتها، حيث سيتخذ بايدن قرارات تنفيذية أهمها إلغاء قيود السفر، فلطالما اعتبر الرئيس الجديد قوانين الهجرة هجوما على القيم الأمريكية. ما سيتكئ عليه بايدن في خطاب سيكون الأطول لا في مدته بل في الساعات المشحونة التي تسبقه وتليه واللحظات الملغمة أثناءه والتي سيتابعها الملايين عبر الشاشات. في الرياضة العسكرية، انطلقت اليوم بالناحية العسكرية السادسة بتمن راس البطولة الوطنية العسكرية لمسير المغاوير بمشاركة 16 فريقا من مختلف النواحي العسكرية والوحدات الكبرى ومديرية الإدارة والمصالح المشتركة. المزيد مع محمد أمين بتومي. البطولة الوطنية العسكرية لمسير المغاوير أشرف على افتتاحها اللواء أحسن سليمان نائب قائد الناحية العسكرية السادسة، فبعد رفع العلم الوطني أعطى باسم اللواء محمد عجرود انطلاق المنافسة التي تضم 16 فريقا من مختلف القيادات القوات النواحي والوحدات الكبرى. في هذه البطولة العسكرية التي تمتاز بقوة التحمل وتتطلب مجهود بدني كبير والرغبة الجامحة في تحقيق الفوز، كما تساهم في زرع روح التنافس الشريف بين مختلف الرياضيين المشاركين. وعند جبل الهوغار كان التنافس على مضمار طوله 12 كيلومترا، فيما يحمل كل عداء على ظهره حقيبة تزن 10 كيلوغرام. فزت بكل جدارة استحقاق، السيطرة كانت على مدار 4 سنوات كنت الفائز بهذه البطولة، سيطرت من البداية إلى النهاية. هذا يعود إلى فضل المدربين والقيادة الدرك الوطني اللي وفرت لي كل أمور حتى نفوز بهذه البطولة. هذه المرتبة ما جاش هكذاك، جات بالمجهود اللي قمنا به في التربصات التي نظم برمجتها لنا الناحية العسكرية الثانية. المضمار سهل، مارش صعيب صعيب شوية، الظروف الطبيعية شوية، كليمة شوية أثرت علينا. البطولة الوطنية هذه تأتي للوقوف على مدى تحضير الأفراد لمختلف المنافسات والتي عاد فيها التتويج حسب الفرق لقيادة الدرك الوطني. وختم النشرة من ولاية خنشلة التي تحتضن أحد أهم الوجهات السياحية الحموية في بلادنا، حمام الصالحين، المقصد السياحي الذي يعود بناؤه إلى نهاية القرن الأول للميلاد. جولة دون تأشيرة مع سهام سارزوك. خنشلة أو ماسكولا كما أطلق عليها الرومان الذين استقروا بها، شواهدها اليوم لا تزال تصارع الزمن، كهذا الحمام الروماني أو أكوا فالفياني
الذي بني في نهاية القرن الأول من الميلاد من قبل الفيلق الروماني. بعد قرابة 20 قرنا من الزمن لا يزال يحتفظ بطابعه الروماني، هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا. نجد الغرفة الدائرية وهي الغرفة الساخنة كالداريوم، وهي والتي جاءت على شكل دائري يتوسطها مسبح دائري. أما الغرفة الباردة وفريجيداريوم والتي جاءت على شكل مستطيل يتوسطها مسبح بطول 10 أمتار وبعرض 7 أمتار. المحطة الحموية تستأنف اليوم عملها تدريجيا بعد الغلق في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تمت إعادة تهيئة الأحواض المائية. الوكالة الوطنية لتنمية السياحة هي اللي قامت بإعادة تأهيل بحكم اختصاصها، وتم نزع كل الرواسب والمكدسات. دخلنا هنا اليوم والله العظيم إن شاء الله، وإن شاء الله يزورنا الزوار من كل الولايات إن شاء الله، ونحن دور بالنعمة هذه وإن شاء الله نحافظوا عليها. منطقة حمام الصالحين قطب سياحي بامتياز، حيث تعززت المنطقة بعدة هياكل سياحية. الناس وافدين إلى ولاية خنشلة، كانوا يواجهوا عدة صعوبات في المبيت وغيره من ذلك. الفندق سوف يساعد بشكل كبير في توفير الراحة. استلمنا مؤسسة فندقية فيها كل مراحل يعني المنجزات في المخطط الوطني للتهيئة السياحية، لا سيما في جانب الترقوي والجانب الخدماتي خصوصا، وهي مؤسسة فندقية ذات 4 نجوم. خنشلة مقصد من المقاصد السياحية التي تكتنزها منطقة الأوراس الأشم. نهاية النشرة وتابعتم فيها. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شروع في توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية لإثرائها. بعثة جزائرية ثانية إلى نواكشوط لتقديم المساعدة والدعم لوزارة الصحة الموريتانية. وبن بوزيد يشيد بالمجهودات التي بذلها الفريق الطبي لمساندة زملائهم الموريتانيين في التكفل بالمرضى. التحضير لبرنامج عمل لتثمين ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت. ومن بو مرداس رصدنا لكم إبداعات المرأة الريفية والجهود الوطنية لإشراكها في التنمية الاقتصادية. تدابير وإجراءات جديدة للشباب المستثمر بعد استحداث وكالة وطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد. والتلفزيون نقل انشغالات عدد من المقاولين الشباب بعد إسقاط المتابعات القضائية المتعلقة بتسديد القروض. ختام هذه النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي بخير، السلام عليكم.